أدال عراقة الانطلاقة وأصالة المبدأ، أدال صوت الوطن الذي نعشقه وصوت التغيير الذي ننشده، صوت الحرية والديمقراطية والعدالة والتعايش، صوت الجماهير الإريترية في المهجر والوطن، صوت يحمل أمانة شهداء الوطن وحلم شباب المستقبل. إذاعة أدال تأتيكم عبر الأثير باللغتين العربية والتجرينية يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع من الساعة 6 وحتى 7 مساء بتوقيت إريتريا، وعلى الموجة القصيرة 11670 كيلو هيرتز وبذبذبة قدرها 25 متر باند. صوت أدال سيحمل لكم برامج متنوعة تواكب تطورات أحداث الوطن وتلامس هموم ومعاناة المواطن الإريتري. مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من إذاعة أدال ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء ونستهلها بالمقدمة. قوات التحالف العربية المرابطة في عصب تقصف قارب صيد تابع لصيادين إريتريين في دنكاليا. محكمة جريف الشرق في الخرطوم تحكم على 22 لاجئا إريتريا بالإبعاد إلى إريتريا. تبادل إطلاق النار بين عناصر أمن النظام الدكتاتوري وبين أفراد الميليشيا في إقليم الجاش بركة. سلطات النظام الدكتاتوري في مدينة صنعاء تقوم بإعدام 4 أشخاص رميا بالرصاص بتهمة التواطؤ مع مهربي البشر والتعاون مع العدو. احتجاجات قوية لطلاب الحرية والعدالة الإريتريين ضد اجتماع نظام هكدف في السويد. مستمعينا الكرام، كانت تلك مقدمة النشرة، فإلى تفاصيلها. قامت قوات التحالف العربي المرابطة في قاعدة عصب في إريتريا فجر يوم الأحد 7 من مايو الجاري باستهداف قارب صيد تابع لصيادين إريتريين من أبناء العفر في دنكاليا، وعددهم 7 صياد. وأفادت الأنباء الواردة من جنوب إريتريا أن القصف تم من طائرة أباتشي تابعة للتحالف العربي التي انطلقت من قاعدة عصب، وقد أودى الحادث بحياة الصياد إدريس ريدو وإصابة 4 آخرين، إصابة 2 منهم بالغة الخطورة، وهما الصياد حمود علي والصياد علي عبد ريدو. والغريب في الأمر أن استهداف القارب تم داخل حدود المياه الإقليمية الإريترية، حيث أن القارب كان قد انطلق من منطقة باعيل الواقعة بين مدينتي برعسولي وعدي، وكان على بعد 3 أميال من الشاطئ الإريتري. وجدير بالإشارة إلى أن القارب لم يتعرض لأي أضرار تذكر، مما يؤكد بأن العملية تمت عن طريق إطلاق النار من رشاشات الأباتشي لقنص الصيادين العزل. أما ما يؤكد على أن الاستهداف تم داخل المياه الإقليمية الإريترية هو قيام أحد الصيادين باستعمال هاتفه بشريحة الاتصالات الإريترية لطلب النجدة من الأهالي في مدينة عدي. وفعلا تم إيصال رفات الصياد الذي فقد حياته في الحادث وبقية الصيادين المصابين إلى مدينة عدي بواسطة قارب آخر في ساعات الصباح الباكر، إلا أن الصيادين المصابين بإصابات خطيرة لم يتلقوا العناية الطبية اللازمة نظرا لتواضع الخدمات الطبية والإمكانيات في المركز الصحي التابع للمدينة،
ونظرا لعطب في سيارة الإسعاف الوحيدة التابعة للمركز الصحي في مدينة عدي، فظل الصيادون المصابون يعانون جراء الإصابات التي تعرضوا لها، وذلك حتى قدوم سيارة إسعاف من المستشفى المركزي في مدينة عصب قبيل صلاة المغرب لنقلهم إلى مدينة عصب. هذا ومنعت قوات البحرية الإريترية أهالي المصابين من مرافقتهم أو حتى الإطمئنان عليهم بمجرد اللقاء بهم. ومن الملاحظ أن عملية استهداف قوارب الصيد الصغيرة في شواطئ الإريترية من قبل قوات التحالف باتت تتكرر كثيرا، وهذا القصف الأخير ليس المرة الأولى التي تستهدف فيها قوارب الصيادين الإريتريين، حيث كانت قد استهدفت 6 قوارب صيد راسية في منطقة كرم على الشاطئ الإريتري في دنكاليا، إلا أنه لم ينجم عنها خسائر في الأرواح. أفادت الأنباء الواردة من السودان أن محكمة جريف شرق في الخرطوم حكمت على 22 لاجئا إريتريا بالإبعاد إلى إريتريا، وكان هؤلاء اللاجئون الإريتريون قد ظلوا في الحج لأكثر من شهر قبل تقديمهم إلى المحاكمة. ومن جهة أخرى، ذكرت بعض وسائل الإعلام السودانية أن السلطات الأمنية في السودان ألقت القبض على 148 لاجئا إريتريا في منطقة حجر وهم في طريقهم إلى الخرطوم، واقتادتهم إلى سجن سوبا في الخرطوم. وأفادت تلك الأنباء أن هؤلاء سيقدمون أيضا للمحاكمة بتهمة التسلل غير الشرعي إلى البلاد. تم تبادل إطراق النار بين عناصر أمن النظام الدكتاتوري في إريتريا المكلفة من قبل مسؤولي استخبارات الحدود لاعتقال عنصرين في قوات الميليشيا التابعة للنظام، وبين أفراد الميليشيا التي رفضت الامتثال لأوامر عناصر الأمن. واستمر تبادل إطلاق النار لأكثر من ساعة في 5 من مايو الجاري في منطقة عيلة عبدالله في إقليم القاش بركة، حسب معلومات نشرها مكتب إعلام الجبهة الديمقراطية الإريترية المتحدة. ونجم عن هذه المواجهة سقوط 3 قتلى من الطرفين، وأضاف الخبر بأن هذا الحادث خلف وراءه استياء كبيرا في أوساط قوات الميليشيا في المنطقة، الأمر الذي دفع سلطات النظام إلى التحرك السريع لاحتواء تداعياته. أفادت إذاعة المنتدى بأن سلطات النظام الدكتاتوري في مدينة صنعفي قامت في 28 من أبريل المنصرم بإعدام 4 أشخاص رميا بالرصاص، وذلك بتهمة التواطؤ مع مهربي البشر والتعاون مع العدو. وأشارت الإذاعة إلى أسماء الأشخاص الذين تم إعدامهم، وهم مع الشوق قبر سلاسي وإبراهيم منصور وياقوب أرقاوي وتسفال الدت قبر كريستوس. وقد تمت أثناء تنفيذ الإعدام تلاوة حيثيات التهم الموجهة إلى الأشخاص الأربعة، والتي تضمنت اتهامهم بتهريب عدد من البشر في مناطق صنعفي ومرب، والاتجار بالبشر، والتسبب في ضياع الكثيرين من الأطفال، فضلا عن الخيانة الوطنية. وبعد تلاوة لائحة الاتهام لم يسمح للمتهمين بإبداء الرأي أو أي ملاحظة، بل نفذ الحكم مباشرة حسب ما أوردته الإذاعة، علما بأن قرائن عديدة تشير إلى تورط النظام وعناصره في موضوع تهريب البشر، حيث يتم إطلاق سراح عناصر خلال فترة وجيزة بعد إلقاء القبض عليهم متلبثين بتهريب المواطنين عبر العربات أو إصدار تصاريح بالمرور من منافذ المراقبة. قام إريتريون مقيمون في مدينة يتبوري السويدية بتظاهرة احتجاجية كبيرة أمام مقر انعقادي الاجتماع الذي يعقدها أنصار النظام الدكتاتوري في السويد في 7 من مايو الجاري. ونتيجة لقوة التظاهرة هرعت سيارات شرطة السويد إلى المكان في محاولة لتطبيق اندفاع الشباب المحتج على النظام. وأفادت وسائل إعلام سويدية أن المشاركين في الاجتماع اضطروا إلى مغادرة قاعة الاجتماع تحت حراسة الشرطة السويدية. وقد تابع السويديون عبر الوسائل الإعلامية المختلفة الاحتجاجات القوية لطلاب العدالة من الإريتريين ضد النظام الدكتاتوري في إريتريا وأنصاره في الخارج. مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى نهاية نشرتنا لهذا المساء، قدمناها لكم من إذاعة أدال، ونترككم لمتابعة بقية فقرات برامجنا. كل دقيقة
أشحد وجهه قبص صديقه قبح وقيمته أبقي موقه نحوار بخوت مسرت يبروي ندكو كناتك غيب تحت بصير ما يكرسلي سيدي حل أنا وكم أطول تايو نقرني بهتغي بالله كيف تغول تاخي كم زماء ما أكلي هاسوي لنا بيه قلت زدارة نساقي ولا كوير خفن أمانة 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 رزيني فضرقي لا تتب وفيري كبرعي ألا ما تنبعي كتفيني لحريري مزمور يا تفكر سميعي بروري كسحن جديري نبن بطاك وتقعيري كتفيني لحريري حرستا تفكر سميعي عندي خوز وفر نبرات مريتا ودرون كلمع وفو أزمال زغعت أقري من تبقري هيا لقري مسخف ضري هل وخبري مسخف ضري هل وخبري هاي بدأنا ناتكيت أنا ناتكاي بلني أبسط مثل ماي عدالة دليني مهبرك قلت لي تحافي اسمي أغلي لتنكي يوقت بجيبني مهبرك قلت لي تحافي اسمي أغلي لدوباتكي يوقت بجيبني أقريب من وتفتري هاي اسكني قريب مسعب فضري ألو خبري ألو خبري أشحتي ودكو أغفر به قرب قبر حوكي متو أبغي موقو نحوار بخوت مسرت يمروي ندكو كماتك خيف تحلم في ماي ترسقي سليغي حل أنا وكما تول تايو نقرني مهتغي بالليك تخول من تاخي كم زماء ما أكي هاسوي لنا بيه قلت زدارة مساخي ولا طير خلقون أمانة 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 رسيني فرخي أمانة 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 حلو تريد قصات بابو تو مليو لزاست يا طبا هذا انا تفكر سمعي وبرو برو كير كابا زد الربا حكيم يا تفكر سمعي وتمزح بحبا زف وسالبا شخش يا تفكر سمعي وتمز بارخا زيت اللي سليئا جبنا يا تفكر سمعي زيادة لعرغل وحلوة سمتا بحقفة زنبر يا أزبج متابع هجري ما تفكري هيا لقري مسخ غري ألا وخبري مسخ غري ألا وخبري بعد كيف أنا ناتكاي بلني أبسط من سلامي عدالة دليني ما درك قلت لي تحافي اسمي أغلي الناس ندي دي وقت بدبري ما درك قلت لي تحافي اسمي أغلي الناس دي وقت بدبري أغلي
حجر البهالي نفاري العقيد بلد بحلي حجرين مهم تفتيني حيسكن قريب مساعد فقري على وقمي على وقمي مارد فقري وشتوز البربري سميع بقى وطعم وسكي زمري وتعارو زينة فقري رزيني جمت مرتي يومك ما يكون يقولو عقرين ما هم تفتري حيسك بقري نسخ فقري عدو وخبري عدو وخبري. مستمعينا الأفاضل، نقدم إلى حضراتكم تعليقا سياسيا تحت عنوان كفى كذبا ونفاقا. عادة ما يقوم النظام بإقامة الحفلات على مدار السنة في الداخل وفي كل مواقع تواجد الإريتريين في الخارج، وذلك لتخدير الجماهير حتى لا تتمرد عليه، وفضلا على أن مثل هذه الحفلات تدر عائدا ماديا كبيرا على خزينة النظام، الأمر الذي كانت قيادة الجبهة الشعبية تحرص عليها منذ فترة الكفاح المسلح. وعلى سبيل المثال يمكن أن نذكر هنا مهرجان بولونيا الذي كان يقام سنويا لفترة طويلة، وما كان يجلبه للجبهة الشعبية من تعاطف جماهيري ودعم مادي وعيني منها. هذا الاستهلال يقودنا للحديث إلى ما قام به النظام من تنظيم حفلة في مصنع البيرة بأسمرة بمناسبة إحياء يوم العمال العالمي لهذا العام والذي يصادف الأول من مايو. وإذا كانت هناك مصانع عديدة في البلاد متوقفة عن العمل والإنتاج كمصنع الأومو في أسمرة الذي كان يملكه محمد حقوس الذي اقتالته عصابة النظام في طريق نفاسيت، فإن مصنع البيرة لا زال يعمل وينتج، والسبب هو ما ينتج هذا المصنع من مشروبات كحولية تدر على النظام أموالا طائلة، بجانب كونها تخدر عقل المتناول لها وتشل حركتهم حتى يتسنى لرأس النظام من تمرير سياساته الإجرامية بحق الشعب الإريتري الأبي. وفي الحفلات التي يقيمها النظام وأنصاره في الخارج تمارس فيها كل الأمور المنافية للأخلاق ولقيم الشعب الإريتري، فالنظام لا يهمه من تلك الحفلات سوى جني الأرباح وملء خزينته بالمال. وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من الدول الغربية تمنع بيع الخمور والمسكرات للشباب دون السن القانوني، فإن حفلات نظام هكدف ليست فقط تبيع الخمور لصغار السن من الشباب، بل تتحول تلك الحفلات إلى ما يمكن أن نسميه حفلات ماجنة. ففي السويد مثلا تم مداهمة بعض تلك الحفلات، وقامت السلطات المعنية بمصادرة الخمور التي تم جلبها بطرق غير شرعية وعبر التهريب، إلا أن منظمي الحفل فرضوا على أنصار النظام بالتبرع لتغطية الخسائر التي ترتبت على مصادرة تلك الخمور. لا شك بأن رواد تلك الحفلات الماجنة أصبح يتناقص يوما بعد يوم بسبب النشاط المعارض للنظام، وبسبب زيادة الوعي لدى قطاعات واسعة من جماهير شعبنا. إلا أن الحقيقة المرة التي يجب أن نقر بها فإن قطاعات واسعة من الإريتريين التي تعتقد بأن مصالحها مرتبطة بشكل أو بآخر مع استمرار النظام لا تزال تشارك في تلك الحفلات وتضخ الأموال إلى خزينة النظام. لا يمكن لهذا الشعب الذي ناضل ولا زال يناضل أن تمر عليه مسرحيات هزيلة يعدها النظام من أغاني ومسلسلات هابطة لا ترقى لمستوى فني راقي. فلقد وعى الشعب وخبر النظام، زد على ذلك أن الواقع المتردي من تفشي الأمراض والمجاعة والفقر المدقع واستمرار النظام في سياسة التجنيد الإجباري وقيامه باعتقالات تعسفية وهدم للمنازل يجب أن تؤدي إلى مقاطعة مثل تلك الحفلات الماجنة التي يقيمها النظام هنا وهناك في محاولة منه لإظهار الواقع الإريتري المعاش جميلا كما يريد. يكفي الإشارة إلى أن لجوء أكثر من 180 جنديا مع قائدهم وجميع أسلحتهم إلى إثيوبيا من جبهة صورنا خلال شهر أبريل المنصرم،
والأعداد الكبيرة من المواطنين والمنتسبين للجيش التي تلجأ إلى السودان أو إثيوبيا بشكل شبه يومي يكفي لعكس الصورة الحقيقية لما آلت إليه البلاد من السقوط إلى الهاوية. ويكفي أيضا وحسب ما أشارت إليه إحصائية مفوضية اللاجئين في إثيوبيا أن تعداد من لجأوا إلى إثيوبيا من أطفال ونساء وشيوخ وشباب وصل إلى 4449 شخصا خلال الفترة القليلة الماضية. إن الوقائع والأحداث المؤلمة في البلاد تتحدث بصدق بينما يعيش رأس النظام في برجه العاجي لا يدري أن ساعة سقوطه اقتربت. ولأجل إسراع الخطى لجعل تلك الساعة قريبة فإن كافة الوطنيين الإريتريين مطالبون للعمل ومضاعفة النضال. المستمعون الكرام، استمعتم إلى التقرير الإخباري لهذا المساء قدمناه لكم من إذاعة أدال. نترككم لمتابعة بقية فقرات برامجنا. وأصالة المبدأ أدال، صوت الوطن الذي نعشقه وصوت التغيير الذي ننشده، صوت الحرية والديمقراطية والعدالة والتعايش، صوت الجماهير الإريترية في المهجر والوطن، صوت يحمل أمانة شهداء الوطن وحلم شباب المستقبل.
إذاعة أدال تأتيكم عبر الأثير باللغتين العربية والتجرينية يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع من الساعة 6 وحتى 7 مساء بتوقيت إريتريا، وعلى الموجة القصيرة 11670 كيلو هيرتز وبذبذبة قدرها 25 متر باند. صوت أدال سيحمل لكم برامج متنوعة تواكب تطورات أحداث الوطن وتلامس هموم ومعاناة المواطن الإرتري. مستمعينا الكرام، بهذا نصل بكم إلى ختام برامجنا باللغة العربية لهذا المساء، ونشكر لكم حسن المتابعة، راجين أن تتواصلوا معنا وتبعثوا لنا ملاحظاتكم وآرائكم عبر البريد الإلكتروني radioadal@gmail.com. بعد قليل تتابعون برامجنا باللغة التجرينية، وحتى نلتقيكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.